مكملين وتغطيتنا لاحتفاليه النادي الاهلي وتكريم ابطال النادي الاهلي اللي بذلوا مجهود كبير جدا على مدار الموسم، ولكن كعاده كرم ابنائه. وفي هذه الاحتفاليه يسعدنا يكون معانا دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يعني دكتور برحب بحضرتك في البدايه، يعني اتكلمنا على الاحتفاليه النهارده وتقليد جميل بيعمله مجلس اداره النادي الاهلي لتكريم كل الفرق الرياضيه بعد انتهاء موسم طويل جدا مليء بالانجازات. لا الحمد لله، يعني زي ما انت قلت الموسم الحمد لله كان موسم موفق جدا، كان موسم ناجح، موسم يعتبر استثنائي. انت بتحقق الحمد لله جميع البطولات تقريبا في كره القدم وجميع البطولات في السله واليد ومعظم البطولات يعني في الالعاب الجماعيه الاخرى، فالحمد لله انت عملت موسم تاريخي، موسم كبير. كان حق على اللعيبه وحق على اللاعبات ان احنا اقل حاجه ليهم، اقل واجب ليهم ان احنا نكرمهم، نعمل لهم التكريم يليق بهم، يليق بالبطولات وبالانجازات الكبيره اللي هم حققوها، تعبوا هم وكل الاجهزه الفنيه والاجهزه الاداريه والنشاط الرياضي في النادي. وطبعا كل ده يعني بدعم من جمهور النادي الاهلي، زي ما كلمه كابتن محمود الخطيب طبعا اثنى على الجمهور وهو الدعم الاساسي والاول للنادي الاهلي. والحمد لله ده كان نتاج شغل مجموعه كبيره يعني كلها جوه النادي، سواء من بدايه مجلس الاداره للنشاط الرياضي للاعبين الاجهزه الفنيه الاداره التنفيذيه، كل الناس ما حدش ابدا بخل باي مجهود. يعني الحمد لله على يعني الصعيد الرياضي الحمد لله العلامه الكامله شبه تقريبا النادي الاهلي احرزها السنه دي، اللي هو الفرع الرابع خلاص افتتحناه منذ شهور قليله، وكمان في فرع خامس وسادس باذن الله قريبا. اعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي دايما طموحين، توعدوهم بايه الفتره الجايه ان شاء الله، خاصه مجلس الاداره اعتقد حقق تقريبا اكثر من 90% من البرنامج الانتخابي ده. والله بص احنا دايما ما بنركزش على ان احنا عملنا ايه قبل كده، احنا دايما حتى في سياسه المجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب ان احنا دايما بنحاول نحقق الافضل، نحقق الاحسن، ما بنقفش على اللي فات او ما بنقولش احنا خلاص حققنا انجازات كبيره فنقف او لا، الحمد لله دايما بنشوف نعمل ايه احسن، نعمل ايه افضل على كل الاصعده، سواء الصعيد الرياضي زي ما احنا حققنا الحمد لله في انجازات، الصعيد الانشائي برضو زي ما انت قلت فرع التجمع الخامس اكيد عندنا انجازات اكبر في الصعيد الانشائي ان شاء الله الفتره اللي جايه لجمهور النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي، وعلى الصعيد الخدمي وعلى الصعيد الرياضي باذن الله يكون في يعني شغل كبير وان شاء الله يكون في انجازات اكبر تتحقق الفتره الجايه ان شاء الله. ختاما كلمه لجمهور النادي الاهلي، واحنا مجبرين على موسم تقريبا كل الفرق الجماعيه عندنا هتلعب بطولات عالم للانديه الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، مش اول مره طبعا، يعني هم اللعيبه عند لعيبه النادي الاهلي يعني متعودين على الاجواء العالميه، يعني احنا مش اول مره نروح كاس عالم الحمد لله. الكوره يعني انت بقيت اكتر نادي دلوقتي تقريبا في العالم مشارك في كاس عالم الانديه كره القدم، كذلك برضو اليد لعبوا السنه اللي فاتت، السله برضو لعيبه كلها دوليه ومحترفين اللي انت بتدعم بيهم، فاللعيبه عندنا الحمد لله عندها ثقه في نفسها، عندها انها تجاري اي فريق في العالم، فعندنا ثقه ان شاء الله ان هو نحقق نتائج طيبه ونعمل انجازات كبيره في الثلاث بطولات دول ان شاء الله. شكرا دكتور، ودايما موافقين ودايما يا رب النادي الاهلي رقم واحد. شكرا ومبروك لكل جمهور النادي الاهلي. شكرا شكرا. ضاق اللقاءنا مع دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، احتفاليه فعلا تليق باسم النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان، ولازم تفخر انت اهلاوي ودايما الاهلي استثنائي. لسه لقاءاتنا مستمرة، واستكمال اللقاءات أعضاء مجلس الإدارة بالتأكيد نروح دلوقتي لزميلنا فاروق صلاح مع لقاء مع مي عاطف، كانت كابتن من كباتن فريق السباحة في النادي الأهلي وحاليا عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي. اتفضل يا فاروق. من جديد بجدد التحية بكل